السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور بالنسبة لمادة الفيزياء بالنسبة للناس ديال بروميير بكالوريا على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا شابتر جديدة وهي travail et position de un force constante. C'est quoi ça un force constante? C'est quoi ça le travail de chien une tarcolée? Fait le hissa إن شاء الله. غادي نشوفوها بالنسبة لواحد ترونزيلاسيون ريكتيلين، يعني أنه واحد الإزاحة مستقيمية. ترونزيلاسيون ريكتيلين يعني جوج أشياء، غادي نشوفوها فواحد ترونزيلاسيون ريكتيلين، والحصة الفايتة إن شاء الله غادي نشوفوها فواحد ترونزيلاسيون كورفيلين، يعني دايرة بحال كورفيلين. حنا دابا نشوفوها ريكتيلين، يعني بحال قلتي مستقيمين، كتكون هكا. المهم مستقيمين، حيت نقولو ريكتيلين مستقيمين، حيت نقولو كورفيلين يعني كدير هكا منحنية، صافي؟ ألوغ D'abord, alors, on cherche la définition d'une force constante. Et nous disons la force, qu'on y a la force. Il y a une chose. D'abord, je dis pas la chose. Je vais ça. Alors, quand tu pas la force, c'est simplement. Alors, c'est la cellule. Quand tu as la force, tu portes la force. Il y a la force, c'est simplement. Alors, la force, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est constante? Est-ce qu'elle sera constante? En fait, qu'elle sera constante. Il y a alors, qu'est-ce que moi, je vais le comprendre. On dit que nous avons une translation rectiligne. الو ريكتيلين يعني مستقيمين صافي ريكتيلين يعني لا فورس كديبلاصها في هذا يعني كتمشي هكا صافي الو لا فورس في اللول نقولوا انها دايره بحال هكا ها هي اف صافي جات لهنايا وقع واحد ديبلاسمون جات لهنايا شنو وقع بحال هاني نفس لا فورس ما تبدلاتش هاد الاف هادي كيبقى لها لا ميم سونس لا ميم ديريكسيون لا ميم انتونسيتي الو بشويه يعني اشنو قلنا قلنا الو نعاود شويه باش يجي هو هذا تقريبا المهم ماشي راه تقريبا في الرسم صافي الو اف الو اشنو قلنا قلنا انه فوقاش كنقولوا ان لا فورس كونستونت الا كان عندها لا ميم ديريكسيون يعني لا ميم ديريكسيون هو هذا ديريكسيون وهذا في شوف الاتجاه ديال الديريكسيون لا ميم ديريكسيون هو عندهم لا ميم ديريكسيون اشنو عندهم لا ميم سونس هذا لا ميم سونس ها هي لا ميم سونس لا ميم سونس الوغ ولا ميم انتونسيتي ها هي لا ميم انتونسيتي ها هي بالعربيه لا ميم ديريكسيون بحال قلنا الاتجاه نفس الاتجاه نفس المنحى نفس الشده صافي نفس الاتجاه نفس المنحى نفس الشده سي سامبلومون وكتكون عندهم واحد الزاويه هذه اوميغا كتبقى حتى هي ثابته ما كتغيرش الا كانت 30 دوغري ما كتغيرش كانت 5 دوغري ما كتغيرش صافي الوغ هذه هي لا فورس كونستانت تمنى انكم فهمتوا لا فورس كونستانت سي سامبلومون التعريف ديالها بسيط الوغ دابا نشوفوا طرافاي لو طرافاي باش كنرمزوا لها السيمبول ديالها كنرمزوا لها دوبلو في دوبلو في هذا هو لو طرافاي كنرمزوا دوبلو في وكنحطوا اي رمز هنا على حساب لا فورس اللي عندنا الا كانت عندنا فورس اف كنديروا هنا لو طرافاي ديال لا فورس اف دو ان فورس اف كان عندنا لا فورس بي كنديروا لو طرافاي دو لا فورس بي هنا سي سامبلومون وكننتقل من ا ل بي الوغ هنا نعاودوا نرسموا باش تقدوا مزيان الوغ ندير واحد ليكزومبل باش نفهمو مزيان لو طرافاي مزيان الوغ نديرو عندنا واحد نديرو اي حاجة شي هكا شي عربة بحال هكا الوغ شي عربة بحال هكا نو بحال هكا ليكزومبل الوغ نديرو هكا نديرو بحال هكا الوغ هادي كنطبقو لها واحد لافورس صافي هذا هو الفورس صافي كنجروها اف كنطبقو لها واحد لافورس هاد البوان هادي هاد البوان هي البوان ديال دي ابليكاسيون دو ابليكاسيون اللي كتسمى بوان دو ابليكاسيون هذا هو لا فورس هنا وكدير بلاصه نقولوا جات لهنا بدات من هنا بهذا البوان نسميوها ا حتى بي نقولوا حنا بي هذه هي بي صافي الوغ جات لهنايا اكزومبل بسيط صافي يعني باش تفهموا الوغ ها هي نفس العربه جات لهنا جبناها لهنا بالتطبيق واحد لا فورس دفعناها صافي كيبقى لا فورس كونستونت كيما قلنا حنا كندرسو في واحد لا فورس كونستونت ما كتبدلش يعني كتبقى كتضغط في واحد لا فورس كونستونت ماشي دفعتي شويه عاوتاني كتزيد دفع بجد هكا فهمتي كتبقى لا فورس نفس الانتونسيتي نفس الشده صافي سي بيان الوغ عندنا هنا المسافه هاد المسافه هادي هاد المسافه من ا لبي هي هي كيما كنقولها لا فيكتور فيكتور دابلي اش كيقولها دابا من ا لبي كيتسمى فيكتور ديبلاسمون صافي فيكتور ديبلاسمون صافي من هنا من ا لبي كتسمى واحد فيكتور ديبلاسمون الوغ هنايا شوف معايا دابا حنايا شنو شادين هنا في طرافاي لو طرافاي قلنا ان لو طرافاي بغينا نشوفو لو طرافاي ديال هاد اف من ا لبي صافي لو طرافاي ديال اف من ا لبي يعني اننا كنديرو دوبلو بي اش من لا فورس عندنا هنايا اف كتحط لي اف صافي مناش
من A لبي، من A حتى لبي، هنا بغينا نشوفو من A حتى لبي، سيري نديرو هنا منتجية باش ما نساوش. ألوغ أش كتساوي لنا هاد لافورس هادي؟ هادي كتساوي لنا F منتجية ديال F منتجية ديال لافورس فوا فوا أش فوا A بي، وهي لا فيكتور ديبلاسمون، ياك قلنا فيكتور ديبلاسمون A بي، يعني من هنا من ديبلاسمون تحركات من هنا العربة وصلت حتى لبي، من A لبي هادي. صافي هكا ما نقدروش نحسبوها، القيم اللي كيعطيك البروف كيعطيك القيمه ديال اف، ياك بنيوتن كيعطيك القيمه ديال ا بي بالمتر، ما كيعطيكش لا فيكتور. يعني هذه شنو كتساوي لنا؟ كنحاولوا اننا اف فوا ا بي فوا اش فوا الكوس ديال الفا. هتقول لي شكون هاد الفا؟ الفا هي الزاويه اللي من هنا، ها هي الفا، هذه هي الفا، كتكون معطيه في التمرين الفا هي. سي بيان الوغ كوس ديال الفا، دابا سي بيان، دابا كيكون عندنا اف كيكون عندنا ا بي كيكون عندنا كوس اف، كتكون بنيوتون صافي، لان الوحدات خاص تكون دابطون، الا عطاك شي حاجه خاصك تحول. الوغ هادي بالمتر سي سامبلومون، الوغ وهذا بجو سي سامبلومون بجو. سي بيان الوغ حنايا العلاقه ديالنا، الوغ اكزومبل نقولوا ان المسافه ما بين ا و بي عطاها لنا هنا، عطا لنا ا و بي، نقولوا ان المسافه تقريبا كتساوي لنا نديرو 5 متر باش نسهل المسائل. عطيك المسافه ا بي هي 5 متر، عطيك لا فورس اف عطيك ضروري عطيك لا فورس، لا فورس عطيك تقريبا نقولوا كتساوي 2 نيوتن جوج ان نيوتن صافي. الوغ لا فورس ا بي الوغ شنو باقي لنا؟ صافي كتبقى عطيك الفا، الفا نقولوا عطينا كتساوي لنا 30 دوغري صافي. هاد الفا هاد سي بيان كتجي نتايا كالكولي لا طرافاي دو ان فورس، اش كدير له؟ كتقول له طوب لو طرافاي، كتحط لا فورس ديالك اف، قلنا من ا حتى لبي اشنو كتساوي؟ كتساوي لنا اف، اف شحال كتساوي لنا تما؟ جوج فوا، ها هي جوج فوا ا بي، ا بي هي خمسة فوا خمسة فوا الكوس ديال 30، سي سامبلومون كتبقى حاسب. الوغ سي سامبلومون نقولو انها كتخرج لنا هادي في هادي هي 10 قص 30، نشوفو كالكول، هيا قص 30 كتساوي جي درت 3 على جوج، جي درت 3 على جوج، غتمشي جوج مع 5 مع جوج غتبقى لنا 5 جي درت 3، ولكن الوحدة ما نساهاش جوج، صافي، حنا لقيناها، صافي، سي سامبلومون هذا هو لو طرافاي دو ان فورس بالنسبة لواحد ترونزيلاسيون ريكتيلين، يعني ها هو ريكتيلين، شي حاجة مستقيمة. صافي هذا كيتسمى ترونزيلاسيون ريكتين، هذيك بحال هكا مستقيميه، ولا عطاك بحال هكا حتى هذا كيتسمى مستقيميه. صافي عطاك هنا العربه بحال هكا، هنا العربه وقالك حسبها، راه نفس الحاجه، راه حتى هذا مستقيميه سي سامبلومون خاص تكون ضابطو. اما بالنسبه للمنحنيه كوربولين كوربولين كتكون بحال هكا، الحركه ديالك كيمشي بحال هكا صافي. الوغ نمحيو هادشي ونكملوا الشرح ديالنا، نتمنى لكم فهمتوا هادشي، سي سامبلومون ساهل، خاصك غير تضبطو شويه وصافي. اشنو قلنا؟ قلنا ان لا فوق هاد شوف الترافاي كيكون ديما يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب، صافي يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب يقدر يكون كيساوي صفر صافي. الا كانت لو ترافاي كيكون موجب سي سامبلومون كنسميو ترافاي مضاعف صافي. الا كان عندنا لو طرافاي دوبل في اف عطانا كيساوي نصف كنقولو طرافاي نول صافي. الا كان عندنا لو طرافاي سالب كنقولو لو طرافاي ريزيستون صافي. سي سامبلومون ثلاثه الاسماء خاصكم حافظينهم، الا قالك النوع ديال لو طرافاي اللي عندنا كتكتبو سي سامبلومون. فوقاش كيكون هذا موجب؟ فوقاش كيكون هذا موجب؟ الا كانت هذيك ديك الزاويه اوميغا، الوغ نعاودو نرسمو هذا باش نفهمو. الوغ نرسمو حنايا لا فورس وصف، هذا هو اف وانتقلت لهنايا هذا هو اف صافي. قلنا ان هذه هي اوميغا وهذه هي اوميغا سي سامبلومون صافي. اذا كانت هاد اوميغا هذه هاد اوميغا هاد اوميغا مالا محصوره ما بين 90 درجه والصفر، اذا كانت محصوره هاد اوميغا ما بين 90 درجه والصفر شحال كيعطينا الكوس؟ كوس تيتاش كيكون كيكون ديما موجب صافي. اذا درتو بكالكول محصور ما بين 90 كذا كيكون كوس تيتا ديما موجب. الا كان كوس تيتا موجب يعني هذه راه المسافه كتكون موجب الفورس كتكون موجب، يعني هذه مالا كتكون موجب، يعني ان دونك لو طرافاي دوبل في اف كيكون عندنا موجب صافي بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف، يعني هذه اذا كانت كوس تيتا موجب كوس اوميغا عفوا اوميغا اللي خدامين حنايا صافي كوس اوميغا موجبة سي سامبلومون. الوغ كانت عندنا بالنسبة للاوميغا هي كتحكم هاد الزاوية، كانت عندنا لافورس دايرة بحال هكا
الوغ الى جينا نشوفو لان لا فورس بحال هكا بارغ الفوق هكا اف وجايه ديبلاسمون نو اذا اف صافي شحال هي الزاويه هادي اوميغا كتساوي 90 درجه راه باينه هادي راه 90 درجه هي اوميغا يعني كوس 90 شحال كيساوي كوس 90 زيرو وزيرو في اي عدد كيساوي لنا زيرو يعني هنايا كوس اوميغا الى ساوات لنا زيرو يعني انه هاد القيمه كامله تساوي لنا زيرو يعني ان لو خطا يساوي لنا زيرو فهمتي يعني اذا كانت اوميغا كتساوي 90 درجه يعني ان كوس اوميغا كتساوي لنا صفر يعني هذا ان لو خطا ديال اف مالو غادي يساوي لنا صفر صافي الوغ هادشي سي سامبلومون سهل الوغ الا كانت عندنا غير على حساب شنو اللي كيتحكم في هادشي هو هاد اوميغا هاد تصور هاد اوميغا كانت بحال هكا هاد الفورس كانت هنا دي حنا راه ماشيين هكا ولا فورس كانت هكا حنا ماشيين هكا راه الاتجاه ديال الديبلاسمون هو هكا تا هو او هذا هو بي يعني الزاويه ها هي صافي هذه هي الزاويه صافي هاد الفا مالها هاد الفا محصوره ما بينهاش 180 درجه واش 90 سي سامبلومون الا كانت الفا محصوره ما بين 180 درجه و 90 غتحسب الكوس ديال الفا غتلقاه ديما نيجاتيف دونك حيت تلقاه نيجاتيف دونك يعني ان لوط خبر اف مالو غادي يكون حتى هو نيجاتيف سي سامبلومون يعني هنايا الكوس اوميغا كيكون نيجاتيف يعني ان لو طرافاي غادي يكون عندنا نيجاتيف الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان نتلاقاو بالنسبه للكور الثاني ان شاء الله.